شن كان أمس اليوم؟ إن شاء الله تمام، كله على خير، مشيت إن شاء الله. مشى حلو أمس، شوي تعب لكن مشيت الأمور تمام، لأن قلنا تحدي حتى بالتعب عادي، مو في تحدي إن شاء الله يا رب العالمين. وأنت اليوم عندنا ليك مفاجأة، وأنت شفتيها قبلنا لكن هيك نبغى ندو فيها معك. بالله واو، لا لا اللي صار معك اليوم الصبح، أن اليومات اللي فاتوا كنت تسألين ليش ننقص كذا ليش ننقص كذا، فاليوم حطمتيهم كلهم يعني، حتى ما دام خدوجة نقصت أقل اليوم. وأنا بالأسف فشن... إني أنا مريضة يعني، ما حسيتش بالفرحة. لا لا تو تحسيها تو إن شاء الله. إن شاء الله حبيبتي. مدام خدوجة كيف كان أمس؟ إن شاء الله أحسن بعد المرضى وبعد كل شيء. سمعت إن أنت اليوم مشي حلو وكنتي على أكثر حيوية هيك، وحاولتي إن أنت تديري رياضة وحاولتي تديري حاجات واجد. أي طبعا، من الصبح من نفس النظام اللي هو الفطور، وبعدين جينا صورنا داخلي، وبعدين العشية مشينا للجيم. يعني كان متعب لك انت اليوم؟ نعم كان متعب لك انت بالنسبة لليوم ولا مرة تمام؟ لا 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 ما كانش متعب، بس حلو يعني النتيجة الحمد لله. يعني مهم يعني انني نزلت برضو حد. صح مش كيلو اليوم، حوالي 4 وشوية، لكن حلو. المهم في تخسيس، ما حسيتش يعني بأحباط؟ المهم لما شفتي الرقم لا 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 يعني. ممكن البارح، لأن كانت الوجبة السلطة كانت دسمة، فممكن كانت يعني هذه الكمية أكبر. إيه أنا بيها صح، هي جميلة جدا رائعة، بس قصدي ممكن هي هذه كانت دسمة يعني، لأن فيها كل الخضروات وبالطن ويعني فيها بس موالح. حلو مع هذا كله نزلتي يعني؟ لا نزلتي يعني، لا طبعا الحمد لله يعني إلى الآن يعني فايزة راضية علي. الحمد لله. المهم أنت راضية على روحك. المسؤولة راضية. المهم أنت راضية على روحك. إيه طبعا، ما هو حتى التشجيع حلو لما يكون يعني، قلت لها كيف أنا نظمت غريبة يعني كيف أنا نفسنا، لكن قالت لي لا حلو ال 400 هذول كويسات يعني، هذا العادي، لو اكثر طبعا افضل ان شاء الله يا رب يكون الايام الجايه اكثر. حتى بعد ما خلصت وحرس غدوه كيلو لازم ان شاء الله. ان شاء الله ما دام في الاصرار هذا حتكون اكيد. لا طبعا خلاص جربنا نبو، لازم نشوف النتيجه. بركه ايوه، مصر ان انت نزلت واجد لكن مصر ان انت قعدت زي ما انت. أنا. لا لا نزلت سبعة، نزلت يا سبعة نزلت طاف انس انا اللي وصلتني انه هو نفسه. انت بلك تقيس فيه قبل ما تشوف ولا هو يتحرك؟ نحس فيك تصور تلحق على الرقم بزاف بعطيك تلحق عليه. يومين 39.7 ما شاء الله، نقص يا امولا. ما هم قالوا لي 140 زي ما انت. هم زي ما تقول يعني يحبوا يعاندوني. اعدائك أداء النجاح يحبوني آخر واحد، يديروا في العارة معي يحاربوا فيه. آخر واحد يجوني يحاربوا فيه. أنا شي مش تولي دوزة يمشوا لي أمورة. لا 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 بطل يجوني إحنا، والله جوني في العارة جوني يحاربوا في معنوياتك. ما أنت يا بركة ما تنوضش بدري، بركة ما ينوضش بدري، رخم نومة ايه صح حياة نوم. أهو توا قالوا لي إن أنت حتكون مشكلة، إن على مدى البرنامج وهو قاعد يتعاقب يوم على يوم ما يبش يا شعب. حاليا اللي قال لي واللي وصلتني إن أنت مش تتعاقب لأنك قاعد تقول غير الحقيقة، لأنك مقصش ولا جرام اليوم. اليوم نقص كيلو شنو؟ ولا لا بركة كيلو. على فكرة الرقم اللي قلتولي كنت مدايرة من كم يوم. لا يبقيك والله أنا شفتها كدوزها دافع على ولدك أستاذ صديق قزك أنت. أنا شفتها لأن الصورة اللي أنت تدوي عليها شايفتها من 3 أيام. أنا لا عليك مية ومالك لا أنا شوفي أو لامس كنت مية أو لامس لما مرضت دوزها يومين وجدت 141 كنت 141 بعد مرض دوشة يومين قعدت 140 على خاطر مين أخذ دوشة؟ نفس ال 140 كان 139 جد دوشة ولات اليوم 100 وزن كيلو و39 وصار 100 جرام.